هاي مجموعة هذه مجموعة من حملة شهادات العاملين في برنامج أمل. لقد تم اكتتاب البعض منهم عند إنشاء البرنامج 2012 عن طريق وكالة ترقية تشغيل الشباب. وحتى الآن منذ تلك الفترة إلى الآن أي ما يقارب 8 سنوات وهم يعملون بعقود غير قانونية، عقود عمل قانونية تضمن لهم جميع حقوقهم، لا عقود قانونية تخضع لمدونة الشغل، ولا عقود قانونية تخضع للوظيفة العمومية. لذلك يطالب هذه المجموعة من حملة الشهادات العاملين في برنامج أمل بتسوية وضعيتهم قانونيا، وذلك من خلال تطبيق عليهم قانون الوظيفة العمومية على من يستحقه، وتطبيق قانون أحكام مدونة الشغل على من يستحقه، وإلا فتطبيق المرسوم المسوي للعمال غير الدائمين. لذلك نطالب الجهات المعنية والرئيس بتسوية وضعيتنا قانونيا، لأننا منذ 8 سنوات على الأقل ونحن نعمل من دون عقود عمل تضمن لنا حقوقنا التي يضمنها لنا الدستور وتكفلها لنا الاتفاقيات الدولية للشغل. لذلك نرجو من السلطات تسوية وضعيتنا القانونية.